هل انت بتتنفس وانت في بطن امك؟ انت جوه الرحم بتتنفس؟ ما بتتنفس خالص. انت بتاخد الاكسجين عن طريق الحبل السري يا استاذ احمد. مظبوط، بتاخد الاكسجين عن طريق الحبل السري. خلاص، اذا الرئه ملهاش وظيفه. الرئه اتكونت لكن ما اشتغلش. طيب، الدوره الدمويه لازم الناحيه اليمين في القلب تبعت الدم للرئه. ليه؟ عشان يتاكسد وما اشتغلش. ففي ثقب في القلب يخلي الدم يجي من اليمين للشمال من غير ما يروح الرئه، ملهاش لازمه. وبين الشريان الاورطي وبين الشريان الرئوي، لان ملهاش لازمه الرئه، يبقى الدم اللي جه في اليمين نقل للشمال من غير ما يمر على الرئه. الواد اتولد وخد اول نفس، الثقبين دول يقفلوا. ليه؟ عشان الدم يروح الى الرئه. ثم انشاناه خلقا اخر، هو ده الخلق الاخر. ثم يعني ربنا بيتكلم على تطورك، وبعدين بعد ما اتولد لا ده بقى واحد تاني. ثم انشانه خلقا اخر، فتبارك الله احسن الخالقين. ده بيعجزك، ايه اللي مزعلك في كده؟ طيب، اهي حاجه ذكرت. ليه يا اخوانا؟ مش سيدنا محمد اللي كتبه؟ هو ربنا